بعد ما أعلن المخرج أمير رمسيس عن إصابته بفيروس كورونا من خلال البوست اللي نشره بحسابه على فيسبوك، وطلب فيه من كل اللي قابلوه خلال هالأسبوع اتخاذ الاحتياطات اللازمة، زاد القلق حول النجوم اللي خالطهم خلال هالفترة. فمن بين اللي التقى فيهم أمير مؤخرا إلهام شاهين لما تسلموا جائزة النقاد والصحافة العربية كأفضل مخرج وأفضل ممثلة عن فيلم حضر تجول. ولهذا تواصلنا مع إلهام علشان نطمئن على صحتها. أنا صحتي تمام الحمد لله، كويسة. بصور يعني بشتغل اليومين دول تمام، ما عنديش أي حاجة. وأمير حبيبي ألف ألف سلامة ليك وبعد الشر عنك، وإن شاء الله تكون بسيطة وتعدي بسرعة كده على خير زي أي دور برد بسيط إن شاء الله. ربنا معاك يا رب واتطمن عليك. سلامات يا أمير. والهام مثل ما ذكرت أنها مشغولة بالتصوير، وتقصد تصوير قصة حتى مني من مسلسل حكايتها اللي بيرجعها للدراما بعد غياب، ونحن تواجدنا بكواليس، وهذا في تراكينج ستوري نمبر 1. يبدو ان انا حصل لي حاله تشبع من كتر ما عملت نوعيات مختلفه من الادوار، بقيت كل دور اقراه اقول ده شبه كذا وده شبه كذا، ما بقيتش لاقيه جديد وانا مش عايزه اكرر نفسي. بهالكلمات بررت الهام شاهين سبب غيابها لاربع سنوات تقريبا عن الدراما بعد اخر ظهور لها بمسلسل ليالي الحلميه بجزئه السادس. وعشان تختار الهام شاهين مسلسل حكايتها بالذات من بين عده اعمال عرضت عليها طول الاربع سنوات، يعني اكيد هالعمل في شيء مختلف. اولا هو قصص، كل قصة بنجمة جديدة، أنا مش بعمل كل القصص، فهو تقريبا هيبقى سبع قصص خماسيات. احنا زمان كنا بنعمل في التلفزيون خماسية وسباعية، وبعدين بدأنا كل الأعمال تبقى 30 عشان رمضان، بس السنة مش كلها رمضان، يعني بقيت السنة المفروض ان احنا نعرض اعمال فعلا جيدة وعلى مستوى عالي، ومش مهم عدد الحلقات زي ما تطلع، يعني الكاتب يطلق لنفسه العنان انه يكتب براحته وقت ما يخلص الاحداث تخلص. اما السبب الثاني خلف حماس الهام لهالمسلسل فهو موضوعه، لانه بيتكلم عن المرأة اللي تعدت سن 45 ايا كانت، بقت 45 بقت 50 بقت اكتر، اللي هي المرحلة اللي بتبقى نقلة في حياة الست، يعني خلاص بقى عدت مرحلة الشابة الصغيرة وبقت في سن نضج أكتر. السن ده ليه مشاكل كتير قوي ما تعالجتش في الدراما. واحتفالا بهالعمل وبعودة الهام للدراما قررت أسرتها تفاجئها بكواليس التصوير. هم العيلة كلها النهاردة انتهزوا الفرصة، لأن أنا بصور كله كان في أماكن بعيدة قوي، يعني في استوديو المغربي ده بعيد قوي، إحنا من سكان مصر الجديدة، وكنت بصور في 6 أكتوبر في منطقة 6 أكتوبر، فهم لما لقوا إن إحنا بنصور هنا في التجمع وأوتيل يعني مكان لذيذ، فقالوا لي دي فرصة بقى إن العيلة كلها يجوا عشان يباركوا لي، فانبسطت يعني قضيت معهم يوم. اللوكيشن الحقيقة جميل قوي، هو يمكن مش باين بالليل بس بالنهار المكان حقيقي جميل. واللوكيشن ثاني بتنتقل إلهام قريبا عشان تصور عمل آخر ما زالت بانتظار انتهاء السيناريست من كتابته. المفروض هو 30 حلقة، هو مكتوب منه لحد الآن نصه يعني 15 حلقة، وده الحقيقة أنا مبسوطة بيه جدا جدا جدا، لأنه فعلا يعني أنا مبسوطة قوي، يعني أنه هيبقى عندي ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا الابن هيبقى أحلى حاجة في حياتي، وهيبقى حاجة مشرفة قوي لمصر، لأنه هو موهوب جدا في الموسيقى، وهيوصل أنه هو يعني يبقى اسم كبير في عالم الموسيقى، لأن ربنا فعلا بيديهم مواهب كل واحد في حاجة. ولأن الهام بهالعمل بتأدي دور مدرسة موسيقى فطبيعي تكون تعزف على آلة معينة، على البيانو. والبيانو كانت تتمنى الهام لو تعلمت أصول عزفة في الصغر. كنت أتمنى، كان من الحاجات اللي أنا كنت بحبها قوي، يعني كنت فعلا بحب العزف على البيانو، ويمكن اللي حببني اصلا في الفن وكنتش بفكر ابقى ممثل، اني كنت بغني وانا صغيره وكنت معجبه قوي بمدرستي، هي كانت بتعزف على البيانو واحنا نغني معاها، وكنا بنعمل حفلات في المدرسه، وكنت انا بقى بغني انا السولو يعني انا الفيديوهات بتاعتهم، فكنت فاكره نفسي ان انا يعني صوت جميل، كنت متصوره كده. لما كبرت فهمت ان انا مجرد مؤديه، لكن لا اصلح ان انا اكون مطربه، وان مكتوب لي خط تاني خالص في التمثيل. عموما هالشخصيه اللي تاديها الهامه بتنتظرون كثير لمتابعتها، فمسلسل حكايتها من المقرر انطلاق عرضه مع بدايه شهر مارس. وبحلقتنا بكره بتتعرفون اكثر عن هالمسلسل من خلال المؤلفه شهيره اسلام واحد ابطاله احمد وفيق.